قضيت سنين جميلة في مدرسة الشهاب، وقالي فيها عيلة اخوات لي يا صحاب. مع كل مس ومستر كنت بركز وافكر، كانوا بيخلوني اسطر واحفظ صم الكتاب. باخد في المركز دايما واستر في الامتحان، وبكون فرحانة جدا وانا بلبس التيجان. صاحبة احلى ابتسامة دي مس امل معانا، بتحبي زي ماما يمكن اكتر كمان. We'll be right back.
ومش وافق معايا، احنا اللي كنا صحاب. الانجليش الماس من رائدة الكلاس، على المس رابع دايما انا ناجح بامتياز. وانا بلعب في الجنينة لابس لبس سوبرمان، والمس حبيبتي دينا بتحسسني بامان. كل الاوقات معايا وبتحكي لي الحكاية، اطلع زي بابايا اشطر دكتور سنان. بيظبطوا في مظهرنا عشان اللي قابلنا في احسن صورة شوفنا.